اللي قدام حضراتكم ده هو عم محمود عطله، مصمم مشغولات نحاسية، يعني حلق، غويشة، ميدالية، خاتم. بدأ بالذهب ولما غلي صمم مشغولاته بالفضة، ولما غليت الفضة اتجه للنحاس وأبدع، لأنه بيشتغل في خام نقي بنسبة 99.9%. وبالمناسبة هو تخرج في كلية التربية وبقاله 35 سنة في شغلانة تصميم مشغولات النحاس. لما أسمع 35 سنة في الشغلانة دي يبقى أنت مختلف. لما أشوف التصميمات بتاعتك لا أنت فعلا مختلف. فعايز أفهم يعني شغل النحاس وش معنى النحاس وبنستخدم عليه إيه تاني وإيه الأحجار دي كلها. لا أنا عايز أفهم الشغلانة. والله أنا بدأت في الشغلانة ديت من وأنا في تانية كلية. تمام. حبيت المهنة قوي، وبعد ما خلصت حتى أنت دارس يا عم محمود؟ أنا أساسا خريج بكالوريوس تربية. بكالوريوس تربية. أنت مدرس. مدرس. وبقيت أستاذ في الشغلانة دي. وبحب المهنة. يعني أنا حبيبها أساسا. وبلاقي نفسي فيها، يعني أنا كل ما أجتهد فيها أطلع أفكار جديدة. كل قطعة كأنك أول مرة تصنع. بالظبط كده. وممكن بيها. القطعة أطلعها وبعد ما خلصت أعمل منها قطعة تانية أدخل فيها تطورها. حاجات جديدة. وكل معرض بنزله ممكن نفس القطعة بس نازلة بشكل جديد. طب إشمعنى النحاس تحديدا؟ ليه مش الفضة بس؟ لا الفضة، الفضة غالية. يعني النهاردة طن النحاس أو تحسبوها إزاي؟ يعني إحنا بنجيب بالكيلو. كيلو نحاس. كيلو النحاس مثلا يوصل 800 جنيه دلوقتي. 800 جنيه. 800 جنيه. وكيلو الفضة 30,000. ياه. احنا بنشتغل شغل تراثي ما بين الفرعوني وما بين العربي وما بين الاسلامي وما بين الشغل الغربي كل حاجة. وبندمج كمان، انا عندي شغل دمج فيه الفرعوني مع الشرقي، وفي شغل عندي دمج فيه افكار غربية مع شغل شرقي. يعني لو مصمم اساس، مصمم مشغولات، كل الناس دي لو عايزين يعملوا حاجة ممكن نعملها لهم. أنا عندي ناس مصممين أساس بيجي نعمل لهم المقابض بتاعة الغرف بتاعة النوم والسفرة، بيستعينوا بينا إن احنا نعمل لهم شكل المقابض ده بالنسبة مثلا لتوع الأساس. في ناس بتوع جلود اللي هم بيعملوا الشنط والحزام، بنعمل لهم برضو. أنا عامل توكت حزام، هبقى لحضرتك توكت حزام على شكل فرعوني، على شكل خرطوشة فرعوني. في مثلا بتوع الجلود بيجي بنعمل لهم اشكال شرقيه قديمه نشر، وممكن نعمل لهم اشكال فرعونيه بيحطوها على الشنط بتاعتهم. والشغل ده كله بقى شغل نقش ولا دي استنباط ولا ايه؟ لا الشغل اللي موجود عندنا ده كل ده شغل يدوي. الزخارف دي يدوي؟ كل ده يدوي. يعني الشغل ده يدوي بنسبه 85%. ال 15% دي بتبقى كلها تعتبر شغل. ده تعمله يدوي ازاي ده؟ كل ده ايه؟ ده بيبقى عباره عن سلك وبيتحط على البلكه ديت وبتلحم كله بالاشكال ديت بالطريقه ديت. والاحجار دي ايه بقى؟ انا عايز اعرف. دي احجار معظمها بيبقى احجار طبيعيه زي العقيق مثلا، زي الصدف، زي الاونكس، زي كسر الفاروز. الزبون اخباره ايه مع ان انت تقول له لا انت هتاخد نحاس؟ اول مره يسمعها. لا هو الزبون دلوقتي بقى متفاهم بعد غلو الذهب والفضه. والفضه طبعا 30,000 جنيه كيلو. طبعا النهارده جرام الفضه بيطلع من عندنا، مش يعني الناس اللي بتشغل فضه دلوقتي الجرام مش اقل من 50-60 جنيه. لما يجي يشتري مثلا اسورة ولا حاجة هتعدي 3-4,000 جنيه. طب ليه انا ما عملوش اسورة نحاس وواخدة نفس التقنية بتاعت الفضة ومش هتعدي 500 جنيه؟ انت راجل قسطة في الشغلانة وعامل حاجة محترمة جدا، عايز افهم منك انت محتاج ايه عشان نساعدك في تسويق الشغل ده؟ عايز منافس مثلا في مناطق سياحيه؟ ما هو يعني عايز حاجه مساعدات تمويل؟ احنا الفكره كلها بتتكون في 4 خطوات. عايزين دعم مادي. دعم مادي عشان خاطر عندنا مثلا في آلات احنا محتاجينها. طب ما جبتش من المبادره؟ ما انت عندك المبادره بتاعت البنك المركزي 5%. هنتابعها، هنشوف هم طلباتهم ايه. طب احنا 5 سنين شغالين عليها يعني بقى الواحد اصل يعني الواحد ساعات بيخش. معاك بتاع ضريبيه وسجل تجاري؟ موجودين. ومعاك سجل صناعي؟ لا سجل صناعي لا. معاك تروح تطلعه في ثلاث ساعات؟ هنطلعه ان شاء الله. مش هقول لك في يوم، في 3 ساعات. عايز لحضرتك الواحد بيخش الورشه وينسى العالم الخارجي. فاول حاجه الدعم المادي، ثاني حاجه عايزين التسويق. يعني عايزين نكتر منافذ المعارض عشان خاطر احنا عندنا شغل كتير. عايزين العماله بقى، يعني ثالث حاجه والاهم ان دلوقتي ما بقاش في عماله. فاحنا دلوقتي بناخد الطلبه اللي هم خريجي الثانويه الفندقيه او الثانويه التجاريه او الصناعيه ونعلمهم بدربهم. ايه تاني؟ خطوه الرابعه المعارض الدوليه، اخرج بره مصر. احنا خرجنا معارض دوليه قبل كده الحمد لله، يعني خرجنا عن طريق وزاره التضامن مشكوره. كان في قبول للمنتج جدا جدا. المنتج المصري بره مكسر الدنيا. انا نزلت معارض بره مصر الحمد لله سايبين بصمة، وعندي عملاء لحد النهاردة بيتواصلوا معايا الحمد لله.